لا تحرق. هذا حريق امتداد للحريق اللي كان في الجهة المقابلة، وبسبب الرياح القوية اللي تشاهدوا فيها مما ساعد على انتشار الحريق ووصوله لهذه المنطقة كإجراء وقائي. بسبب تواجد السكان لهنا قمنا بإجلائهم إلى أماكن آمنة، إضافة إلى تطويق المنطقة بكل الوسائل المادية والبشرية بالتنسيق مع مصالح الغابات، الدرك الوطني، الجيش. كما لاحظتوا منذ قليل وصول طائرة هليكوبتر التابعة للجيش بدأت العمل تاعها، في انتظار وصول طائرة الهليكوبتر اللي جاية من مدينة عنابة تابعة إلى السلاح، إلى المجموعة الجوية للحماية المدنية. كما تنفيذا لتعليمات سيدي المدير تم انطلاق من مطار هو بومدين للطائرة الهليكوبتر الثانية.